رئيس كرة السلة في مصر، وهو رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي أيضا لكرة السلة، القيمة والقامة الكبيرة الأستاذ الدكتور مجدي أبو فريخة صديقي العزيز. كل سنة حضرتك طيب يا دكتور مجدي. وحضرتك طيب يا رب، وأهلا بيك ومنور الدنيا. بس لسه برضو إيدك في الباسكت زي ما شفنا في الملعب. بسم الله. لا ما أنا موجود. أساس موجود. دايما طبعا. ببقى سعيد جدا. النهاردة الطبيعة مختلفة بعض الشيء في رمضان زي ما حضرتك عارف، بنلمس على الرياضة حاجات بسيطة يعني، برضو لازم أزنقك في كام سؤال كده برضو اللي من الرأي العام. لكن حبدأ وإحنا قدامنا على الفطار وإحنا بنسجل دلوقتي في حدود ساعة أو ساعة. طقوسك وعاداتك في رمضان؟ هو يعني غالبية الأيام شغل الصبح بترجع شوية كده، وبعدين قبل الفطار لازم أنزل بقى امشي في التراك، اجري، العب، اعمل او اخرج حتى اعمل اي حاجه، وارجع على الفطار افطر واقعد بقى. تحب تقعد في البيت قبل الفطار؟ لا فتره قبل الفطار بحب ابقى بره، بيبقى الجو جميل جدا، خصوصا الايام دي الجو حلو قوي يعني، فما بتخرج بقى وكده وبتغير جو بقى ما بتساعدش بقى في البيت كده مثلا على الاسوس التمر هندي تقعد انت تتوضى بالعصا بجيب لهم بقى أنا. يعني بنجيب من بقى ما بتعملش في البيت؟ لا ما بعملش، ده انا لازم انا اقعد اعمل رغوه العرقسوس لان انا من عشاق هو دايما عليه. كل واحده يبقى ليه يعني طقوس معينه. الله يرحمه الوالد بقى اللي كان دايما يحب يعمل لنا. عاوز ارجع بقى عاوز ارجع للاسره والوالد واخواتك. افتكر رمضان زمان كان عامل ازاي؟ لا كان مختلف تماما يعني. طبعا الله يرحمهم الوالد والوالدة، يعني كان ليهم بقى طقوس بقى في اللمة وفي القعدة وفي تجميع العيلة كلها، مش الأسرة بقى، لا العيلة نفسها كله كان يفطر مع بعض. كان بتبقى جميلة جدا يعني، وكان الوالد دايما يحب هو اللي يعمل حاجة. كان بيتنا بيت بجنينة بقى كده، كان يحب بيبقى زارع برضه حاجات جرجي ومش عارف ايه حاجات يحب ينزل يجيبها يعملها. كان لك طقوس ذكريات جميلة قوي يعني. كنت بتساعدوه؟ كان لممنا حواليه انت عارف ايه يعني. الله يرحمه كان صاحبنا، ما كانش رحمه الله. فكان لممنا بقى حواليه، ونحب نقعد معاه ونلعب طاوله معاه ونلعب كوتشينه ونلعب دونو. كان لا كنا صديق وصاحب وكل حاجه. الله يرحمه ويحسن ليا. انت بقى وشقيقك وصديقي العزيز اكسلانس محمد ابو فريخ، ذكرياتكم مع بعض في رمضان كانت ازاي؟ كانت ما هو جزء من الكل يعني اللي احنا بنحكي فيه. بس هو يمكن محمد عشان فرق بيني وبينه سنة واحدة، فيعني نعتبر زي التوأم يعني. فتلاقي اصحابه مع اصحابي مع الدنيا مع كده، ما محبينك كتير. انا عارف احنا قاعدين في النادي في طنطا فمحبينك كتير. ربنا يزيد يا رب. اللهم امين. فلا كان دايما نخرج مع بعضه، ولحد دلوقتي يعني نخرج مع بعض واصحابنا اصحاب بعضه، ونيجي ونقعد في النادي ونخرج يعني. اول فانوس جالك كان تفتكر؟ لا ولا مالكش في الفوانيس؟ لا كان في فوانيس بقى، ورق بقى وبتاع وحاجات كده كنا نقعد نعملها بقى. كان بيقعد يتعمل. لا كان بس احنا من واحنا صغيرين كان يعني لازم يبقى في فانوس. عارف طقوس رمضان بقى، لازم تعلق على البيت الفانوس، لازم تعمل الزينه. عايزك ترجع لايام الشقاوه بقى دي كلها، موقف بقى عمرك ما تنساه وانت صغير وانت بتعلق الزينه. عاوزك ترجع لي كده بالذكريات الجميله دي. سيبنا بقى اخلع عبية رئيس الاتحاد، ما حدش سمعنا خالص. ربنا يخليك. اللي ما حد سمعنا خالص ولا حد شايف ولا حد هيقول ولا حد هيقول ولا هقول لك ما وقعت على السلم وانا بعلق البتاع. ايوه ما انا عاوز اسمع بقى. انا عاوز ارجع لدي. كان الزينه ده واحنا بنتعلقها وكده، فانا يعني عارف ايه، طول ما انت صغير عايز تعمل كل حاجه بقى وبتاع وكده وشقاوه وبتاع وكده، رحت جايب السلم وتب حاطط وطالع راح زلم. محدش بيساعدك مع نفسك. ما انا مش عايز حد يشوفني اصلا. بتعمل مفاجاه بس. فلا وقعت. وقعت بقى بس. فدي طبعا دب ايه في ايه قبل الفطار، فجري بقى لقونا انا بقى. فالحمد لله بس ما حصلش حاجه. الحمد لله اللي عدت على خير. الحمد لله. تحب تسمع مين من المشايخ كده في رمضان يرجعك للذكريات؟ نقشبان جدي ده اساسي طبعا. مدينة طنطا مرتبطة بيه. عايش له اقامته في طنطا. لا مش حتة طنطا والله يا دكتور ايهاب. لا يعني عارف ده سلطان. سلطان المنشدين. بحب اسمع قران محمد رفعت قوي. الشيخ رفعت حببني بيحسسك في رمضان. حتى ما تسمعه